عيد سعيد. نسمت شذاها وطيب ثراها وذوب هواها جرى في دمي يعزز في السير من مقدمي وأرضي هنا قيد الليالي العتيق فنحن الفتى جنود الردى نحن الفتى
فنحن الفدا جنود الردى، فنحن الفدا جنود الردى، نعيش عليها ونفنى لها ونحمي حماها ومشعلها بلادي أنا. مشاهدين في كل مكان ان شاء الله طيبين يا جماعه، كويسين مشاهدي قناه الشروق في كل مكان، طيبين وسمحين وجميلين. حلقه خاصه وسميناها واتفقنا على ان نسميها وتر سوداني، وخصصنا الحلقه دي عشان نتكلم عن موضوع لطالما الناس تكلموا عنه لكن ما بالشكل المباشر في القنوات والمنصات الاعلاميه بشكل عام. والعود وما أدراك ما العود، هذه الآلة اختلف الناس واتفقوا، الروايات تختلف في منشأ العود وعمر اختراعه أو تاريخ اختراعه. ناس بيقولوا 1235 قبل الميلاد، البحوث كثيرة جدا فيما يخص هذه الآلة، لكن هي ارتبطت بالشرق بشكل عام. هي موجودة في الأندلس، موجودة في إيران، موجودة في سوريا، موجودة في مصر، موجودة في المناطق العربية بشكل عام. بالضرورة هي موجودة في السودان ودخلت السودان بنفس الشكل، لكن المهم في الموضوع انه دخل فيها الطعام السوداني ده. يعني بنستطعم العود نحن بطريقتنا الخاصة، بالضبط القنانة بالضبط ايوه. فالعود بيختلف البرش اذا جاز لي التعبير، اللي هو الريشة مع الوتر في السودان، يختلف الضرب عليها ويختلف سماعها في سوريا، في العراق، في أي حتة في الوطن العربي بشكل عام. حنقتل الآلة دي بحثنا الليلة، وحنتكلم بالتحديد عن العود في السودان وتأثيره على الألحان السودانية وتأثيره على التراث الغنائي السوداني. محاور حتكون كثيرة جدا، وأنا أسعد ما يكون في الحلقة دي يكون معي أربع ضيوف، غير أنهم بيغنوا عزافين، يعني كان خلوا الغنى وعزفوا سايب ياكلوا عيش، ما عندهم مشكله. عملتها انا يعني جايك بعد شويه. اول شيء انا ما اعرف، حاعرف بالعمر والخبره عثمان طبعا اشار ليك بالاقدميه، عثمان الاطرش الفنان الكبير يغيب وياتي، يغيب وياتي، لكن عثمان الاطرش يظل عثمان الاطرش. اول مهرجان ثقافه يا اخي. طبعا ده حنجيبه بعدين، وفوزوا على كبار الفنانين خالدي مصطفى وكله. على يمين مباشره عمرا طبعا عوض حمودي غني عن التاريخ. جايز ده اكبر من يعني. انا الكلام ده يدافع عن روح مجاهد. عوض حمودي العازف المغني المشهور او الشهير. مرحب بكم، كل سنه وانتم طيبين. وطبعا انا زول مشاكس جدا، ما حغليك براك. عارفك بتمسك مايك. فهي طريقتك طوالي بداخلك وناس الشروق وكل السودانيين. ما في مشكله، دايرين نعيد عليهم عيد مختلف. عيد فيه ونسى مجاهد جدا، والميكروفون معك طوالي. مجاهد ازيك يا اخي؟ انت الثالث، لانه عوض الغالب معي في السن. انت التعريف بالنسبه لي الثالث. مجاهد عمر مؤسس فرقه الجلاد الغنائيه، ومجاهد عمر واحد من عازفي العود الماهرين جدا، صوت مجاز من الثمانينات. ما اقدر اكبرك يا مجاهد، لكن لازم تقول الثمانينات يعني. ازيك يا مجاهد؟ كيف احوالك؟ طيبين واهلا بك. حتى انا لما سجلت اليوم سهرة الدجالات بالريكوردر انا ما كنت بعزفه. ما في داخلك. انت جاي لك اصلا. هش عليك. بقول كل سنه وانتم طيبين لكل المشاهدين جوا وبرا السودان، ومرحب بكم في قناتكم قناه الشروق. وإن شاء الله يكون نقدر نقول ما يفيد الناس عزفا وتاريخا وفكرة عن آلة العود بالقدر اللي خليه يكون مفيد يعني. جدا. عمر خليل برضه حيكون حاضر معنا في السهرة دي. عمر خليل طبعا معروف برضه، أنا ما أقدر أقول السن ولا العمر،
لكن نحن في الجامعات تحديدا كنا بنعتمد عليك بعد رحيل الراحل المقيم مصطفى السيد احمد. انا حييك جدا ورحب بك معي في السهره دي. مرحب بك. مرحب مرحب اخونا محمد محمود، ومرحب بعوده الشروق القناه الكبيره جدا، يعني اطلينا من خلالها اكثر من مره وحزننا لوقوفها لفتره طويله، لكن الحمد لله ان هي عادت في المكان الطبيعي. وبفتكر يعني اهني الناس بالعيد، وبستعير كلام يعني قالوا استاذنا الكتيابي قبل ايام، انه يعني رغم الحزن الكبير المر بينا في البلد الايام دي، لكن احنا ما زلنا يعني الايف، يعني ما زلنا احنا بنعافر. وقال كلام انه يعني الثقافه في 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 ظرفنا الحالي بقت اشبه بالترف، لكن يعني لا يعني لا تتم الحاجات الا بوجود الثقافه، ولا تتم الا بوجود الفن يعني. فرغم الشيء الحاصل كله كده، لكن نفتكر انه يجب انه الناس تواصل، ويجب انه الناس تقوم بالمفروض تقوم به. يعني استاذ عمر، ما في ثوره بدون ثقافه اصلا على مر التاريخ. حقيقي. حتى الثوره الفرنسيه اللي احنا هسه بنحتفل بها ما مشت بدون ثقافه. حقيقي. الثقافه هي عظمه الثوره. صح. استاذنا عثمان، انا رحب بك جدا يا اخي. الله يبارك. من اخر حوار معك قبل 9 سنوات. ما في داعي. ما اعرف انا ذاتي ما صغير، بشوفني كده. طيب، شكرا جزيلا، كل سنه وانتم تسلم يا رب. طيبين، والشعب السوداني طيب. انا عايز الاستاذ عوض حمودي يتكلم لنا عن تاريخ العود. جدا. معاه مجاهد. جدا. وانا اللي علي هنا بسويه ان شاء الله. ما في جدا. استاذ عوض. خلاص انا نقول طوالي لاستاذ عوض حمودي. طيب، احنا تكلمنا في فزلكه تاريخيه بسيطه كده عن العود، صنع 200 واتعمل 200 وكده، لكن نحن بيهمنا دخول السودان، دخل عن طريق منو، دخل 200 وكده يعني. كده عوض على بدء، احنا نقول للعود. العود في الاصل آلة فارسية. وبلغة الفرس يسمى البربط، والبربط هو صدر البطة، يعني بيشبه صدر البطة. نعم. العرب اسموه المزهر واسموه القيصار. العود كتسمية هي جات لأن وصل بيصنع من الخشب، من الشجر أو الخشب بتاع الأشجار يعني. أعتقد إنه يعني ازدهر العود في عهد العباسيين، يعني حين الموصلي وزرياب الذي أضاف ما أضاف من أوتار يعني. كان العود أظنه في 3، بعد ذاك جزرياب أضاف له. دخول للسودان، البعثات المصرية كانت أو الشوام اللي كانوا موجودين في الخرطوم، ديل هم أوائل الناس اللي جابوا. كلام ده يبان احتلال التركي المصري مثلا نقول، ولا قبل؟ لا لا لا، بعديه. بعديه. يعني تقدر تقول يعني حقبة الحكم الثنائي في أولها، يعني بداية الناس اللي جوا، ناس الري المصري مش عارف، يعني نهاية 1800 مثلا نقول. مثلا ممكن تقول. طيب، التقطه الخرطوميون تحديدا. يعني دي الأوائل الناس اللي يعني يتعلموا العود. من الشوام ومن المصريين. بعد ذاك في ناس اشتغلوا بالشغلة دي بشكل جيد، يعني بيقوا العود يجيبوه من مصر. يعني يمشي زول مثلا عنده علاقة بالغنى، بيقوم بيجيب عود مثلا زي خليل فرح. أول من يخلي يغنى غنى على العود. بعد ذاك الخرطوم طبعا هي قلعة للثقافة. الخرطوم كمدينة. لا أعني بحري أو اندرمان، بتكلم عن الخرطوم لأنه أوساطها كان فيها شوام، كان فيها مصريين. الخرطوميين ذاتهم ناس عبد القادر السليمان وحسن عطية وعثمان حسين ما إلى ذلك، ديل كلهم يتعلموا
الشغلة دي والتقطوها من الشوام الموجودين والمصريين الموجودين. بعد ذلك قصة الطعم بتاع العود أنا أخلي مجاهد يتكلم لكم عن التمبر. أنا كنت هحكي له التمبر حقنا ده جديد. عندنا طعم يا مجاهد يعني بعد كلام عوض ده. العود في السودان عنده طعمه يعني الفرش ده ضرب الديش على الوتر. هو طعم العود هو سودنة العود. يعني العود ما آلة سودانية لكن تسودن ويتغنى به غنى سوداني في مقام خماسي أو خمسة نغمات موسيقية. نعم. وحذفت تلقائيا بحكم طبيعة الغنية السودانية. نعم. الصوت الرابع والصوت السابع من السلم الموسيقي. طيب. والتفاصيل التطشيز بتاعت إنه العود يبقى سوداني دي لأنه العازف سوداني فروحه سودانية ونفسه سوداني وطعمه سوداني. صحيح. فبيطلع الحس السوداني سواء كان برعي محمد ضفع الله بشير عباس مجاهد عوض حمودي الأستاذ يعني كل الناس عندها بصمة واضحة أستاذ محمد الأمين في الآلة كلهم ما بيشبهوا بعض لأنه كلهم سودانيين وكل زول عنده بصمتهم مختلفة وكلهم بيعزفوا غنى سوداني لكن ريشتهم غير العفق غير حتى الآلة مختلفة من آلة لآلة صناعتها أوتارة الكلام ده كله بغير ملامح الصوت وغير ملامح الأداء ممتاز. واصلين في نفس الحتة يعني إنه الفنانين الأوائل العود أسهم إسهام كبير جدا في نقل الغنية من مرحلة الحقيبة لأداء موسيقي كده عوض كده حتحرق ليه المحور الجاي لا ما بحرقه انت ما تخش بس أنا بخش أنا ناسي والله إذا أسمع عثمان الله ترشح بصراحة وأنا حتحلو هو الوحيد في القعدة دي أو في السهرة دي إنه عثمان أطرش يغني والوحيد هيغني غنية كاملة بلي حتكون نماذج يا جماعة يونس فأنتوا أطلبوا منه أنتوا والله خصوصا يعني إنه أستاذ عثمان يعني مطول صحيح يعني صحيح فأطلب منه شنو العيب ده أنا والله إضافة للكلام اللي كنت بقول فيه طيب هذا الأستاذ عثمان لما غنى في مهرجان الصغافة صحيح وعزف عود كان ريشة مختلفة عود مختلف يا سلام أول مرة نسمع شكل العود بالنفس ده من الوقت ذاك انا عندي استاذ عثمان نعم ريشه مختلفه والمنافسين كانوا مختلفين في الوقت ذاك مهرجان الصغافه بالمناسبه طبعا طيب عاوز تطلب من استاذ عثمان شنو انت يا تغني تحبها انت والله لو قال لي الحب بيكون جميل الحب. يعني ممكن نلعبها مع طيب بعض تذكير بسيط الاغنيه بتاعت ابتدار الحلقه دي كانت الراحلين سيمبا زرع وعثمان حسين ارض الطيبه لكن ليالي الحب يا عوض اسمها ايوه بعد الليالي للمرة دي وانتظاري لعيشت وراه عليك حناني تعيدني تعيدني تاني وبك عيش باقي العمر بعد الليالي المرت انتظاري هل عشت مر عليك حناني تعيدني بك عيش باقي العمر
تجي إلى الفاطمة عندي أصبع ذكريات. أنا ما ضلت طريقك لسه ما فات الفوات لجفاك شال المعزة لجفاك شال المعزة ومن مشاري عد فات ليه
الله لصورك يهون ليالي استاذنا عثمان الاطرش موش يا سلام يا اللحن ذاته اللحن متقدم يا عود خالص في زمن زي ذاك لحن زي ذاك دق جماعه كلهم والله العظيم والله ما ذاك ذاك كله لحن كلامي يعني صحيح العود بيقول نفس الكلام لكن عود ده طالب يقول لي السؤال المهم تاثير العود على الالحان السودانيه في السودان يعني باعتبار انه معظم الفنانين اللي تعلموا العود بيعتمدوا على العود في في التلحين يعني فنتكلم بشكل عام عن تاثير العود وآلة العود على التراث اللحني السوداني بالتحديد انا كان بديت قلت لك اصلا العود عمل النقله الحقيقيه او النقطه الفارقه جدا في في في, في مسير مسار الاغنيه السودانيه بدل ما الشغله كانوا بيعملوها الزماله والشيالين الكورس بقى بيعمل العود يعني طيب بعد ذاك تأثر الناس ذاتهم بوفود سينما مصرية بسماع صوت عربي إنه المسألة ما عادت تكرار تيمة موسيقية بيقول الفنان ويقول العود نفس الكلام بيجي يفكروا في قصة يعني ابتداع لحن مغاير للحن الكلامي طيب. ودي المسألة دي ما تأتت إلا لزول بيعزف عود لأنه أول شيء بيعزف عود الفنان اللي بيعزف عود بيكون عارف مدى صوته وين بيغني وين يعني نعم. بيكون واقف على حقيقة أبعاد صوته طيب اللي بيعزف عود من الفنانين بيكون عنده مخيلة كبيرة واسعة نعم. يقدر يعني يستشرف بها آفاق جديدة لوضع حاجات فوق للخيال انت ما انت المتلقي العادي ما بيتخيل صحيح وده ما بيجي الا لزول بيعزف عود يعني بشكل نقدر نقول عليه جيد يعني لو مسكنا بدءا من عثمان حسين احمد المصطفى التاج مصطفى بن خليل فرح نعم صحيح كلهم كانوا ناس عواده وعواده جيدين يعني يعني زول بيعزف عود بمستوى تقدر تسمعه او هو ذاته بيقدر يوصل معلومته الماده بتاعته بشكل جيد وشكل واضح بعدين قبل الكلام اللي قاله لك الحبيب مجاهد انه اي زول عنده نبره في العود طعمه طعم يعني انا انا ممكن اكون يعني مقبل كده ما شايف تعرف دمنه اعرف طوالي ده ريشه منه نعم الاصابعين دي اصابعين منه احمد المصطفى بيعملها كيف عثمان حسين بيعملها كيف نعم التاج مصطفى بيعملها كيف وهي زي طيب. زي زي لغه الام طيب تمام خلينا يعني كويس انا دار اضيف لك للكلام عشان يجي لخليل بسرعه بسريع جدا المرحله الاولى في دخول العود للسودان نعم الالحان رغم انه كانت بالعود لكن كانت محدوده الجمل الموسيقية والخيال وكذا أيوة. لما الناس اتطورت في عزفها في العود نعم. وبقت تعرف تعزف عود على مستوى معين قدروا يعبروا عن خيالاتهم عن تطورت الألحان ذاتها والألحان اتطورت نعم. وده كله بمساهمة العود في انه نقل الأغنية من الصفاقة والكورس نعم. للمزيكا للألحان المميزة أوكي. للألحان العميقة يعني نعم. أستاذ عمر راح المقيم مصطفى سيد أحمد واحد من الناس اللي هو بشكل أو بآخر هو بيعتمد اعتماد أساسي في ألحانه على العود حتى بعد ذلك بتتوقع مع الأوركسترا والفرقة الموسيقية نأخذ معلومة شوية عن عن الحاجة دي عشان نسمع منك أنت برضو نموذج طيب بسم الله الرحمن الرحيم يعني أفتكر أنه العود يعني عنده ميزات كثيرة كآلة سهلة الاستعمال سهلة الحركة دي كانت واحدة من الأسباب اللي خلتها إنها هي تمشي بين الناس يعني طيب يعني آلة ما بتحتاج لك كهرباء عشان تشتغل بها رغم إنه في ناس ممكن يختلفوا معك بالمناسبة بالكهرباء أي رغم إنه في ناس مختلفة ممكن يختلفوا معك العود فيها حاجة تانية اللي هي
انها حميمه مع النفس يعني ملتصقه بالصدر مباشره كده. بالضبط صحيح. معظم صحيح. العوادين بتلقاهم عندهم بها علاقه صحيح يعني تلقى الواحد كده يعني يعني علاقه حميمه جدا وتحديدا الراحل المقيم مصطفى ده يعني معظم الفنانين يعني معظم الصور اللي اسي بنلقاها في السوشيال ميديا بتلقى مصطفى خده هو هو في العود ايوه يعني معظم الصور عبد الحميد ده برضه زول يعني بشوفه كده يعني لما يكون في حاله ده. عزف صحيح تخيل لي ما بيكون ده عنده رغبه عوض بصنقع كمان عوض بصنقع للسماء يعني بالضبط ايوه ما عارف شايف شنو لكن عوض بصنقع فوق بس جزب. ايوه بتاع جذب عالي صحيح تجنوا دي واحده احكي لك حاجه احكي لك حاجه لطيفه جدا بصنقع للسماء دي عندي والدتي الله يرحمها فبيقوموا يخطوا القهوه قدامي وانا بكون ماسك العود بعمل لي في حاجه مين مشغول لي بحاجه بيقوم ابوي الله يرحمه ينهارني يا ولد يا ولد القهوه دي ما قدامك تقول لي خلي خلي شايف مكاس بس وانجذب ايوه فقال آلة فيها حميمية زي دي بفتكر انها وهي طبعا آلة بتاع التأليف الموسيقي صحيح رغم انها يعني ما بيتمكن من التأليف الموسيقي بالشكل زي ما بيوفر لك مثلا البيانو مثلا طبعا انت لو نجتها بتوفر هي طبعا اصعب العود اصعب من البيانو باعتباره انه محدود صحيح. يعني 6 اوتار نعم عشان تقدر في في كم عود هو 5 اوتار وهو يختلف يعني طبعا ايوه فانت لا. اذا يعني عشان تالف بها هي فيها صعوبه يعني ما لازم ما زي لازم ترفع من مهاراتك لازم تكون مهاراتك عالي جدا عشان تالف بها صحيح عكس البيانو البيانو التاليف به سهل بعدين يا عمر في في ميزه ممكن تخلي العود اصعب برضو من أيوة. اي اله ثانيه انه الرقبه بتاعته ما فيها ديستانس بالضبط ما زي الجيتار يعني بالضبط يعني جيتار البيز في ديستانس معروف أيه. الصول باللمس ممكن تصله لكن الرقبه يعني بلاطه ايوه بعدين الضغوطات بتاعته أيه. الضغوطات بتاعته المسائل دي يعني اقل خطا فيه بيظهر الشكل ما جميل يعني صعب يعني صعب فتاريخيا انا يعني في في في, في الفن السوداني بتتابع انه يعني انه كيف العود ده يكون سليم يعني مثلا نغم العود مثلا العربي مشبه السوداني يعني صحيح انا بحس به اكثر انضباط من العود السوداني دائما العود السوداني فيه في حبه حبه في لوز كده آه بتحس به يعني احتمال يكون التركيبه زادت بتاعت العود جاي اكثر مع السلم السباعي احتمال العود اصلا بقول لك بيل قلنا انها هي اله فارسيه في أيوة. الشرق أيوة. وال يعني معظم العواده كانوا اصلا شرقيين اضافه لتتابع النغم ذاته يعني النغم ما فيه قفزات النغم الشرقي صح. متتابع صح ما فيه قفزات ممكن ويس. ممكن بعدين نتعرج عليه ناخذ نموذج للراحل المقيم مصطفى يا ريت اديني بس احساسي بيك
كاتب كلام جايين فيك ما بتفهم هديني بس إحساسي بيت أكتب كلام جايين فيك ما بتفهم هديني بس إحساسي بيت أرسم ملامح دهشة ليك ما بتترسم هديني بس إحساسي بيك أرسم ملامح دهشة ليك ما بتترسم والساعة ديك تبقى العلاقة بيننا أكتر من حلم من عيونك وشقايق 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 من عيونك والغنى وقت المصور بالفراغ يا واحة الولد المدوخ بالغنى يا دهشة الوقت المصور بالفراغ يا واحة الولد المدوخ بالغنى يا دهشة الوقت المصور بالفراغ يا واحة الولد المدوخ بالغنى لا للضفايرك بمسح الشمس اللي بتطلع من عيوني لا للضفايرك بمسح الشمس اللي بتطلع من عيوني للوريد اتدفق النبض الموزع بيني بينك يوم يخوني للوريد اتدفق النبض الموزع بيني بينك يوم يخوني للخيول الراجعة للدار بالبشاير راجعة دوني للخيول الراجعة للدار بالبشاير راجعة دوني وانت زي ما انت 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 زي ما انت 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 زي ما انت 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 زي ما انت انت الحمامة الديمة ترقص للمطر البنية الواجبة من طول السفر الحمامة الديمة ترقص للمطر البنية الواجبة من طول السفر من عيونك وشقاي من عيونك وشقاي من عيونك وشقاي من عيونك والغنى من عيونك وشقاي من عيونك وشقاي من عيونك وشقاي من عيونك والغنى.
شكرا يا عمر يا اخي. شكرا شكرا جزيلا. حنتواصل طبعا، لسه عندنا كلام كثير. فاصل قصير وحنجي راجعين، ما تمشوا بعيد. عيد سعيد. عيد سعيد. بعد الفاصل إن شاء الله كل الناس المتابعين معنا واللي التحقوا بينا الآن لمتابعة الحلقة، لسه ما زال معي أستاذنا عثمان الأطرش، أستاذنا عوض حمودي، وأستاذنا مجاهد عمر وجميل عمر خليل. حاجة لمجاهد، وقبل كان قلنا كلام كثير عن تأثير العود على الألحان السودانية بشكل عام. نمشي في الغريق حبة، اللي هو تأثير العود في الألحان للفرد وللجماعة. تزول مؤسس لفرقة زي عبد الصيت هذا الجلال يعني. أنت واحد من الناس اللي عملوا بالنسبة لي على الأقل يعني أجمل معالجة للأهلية كمت. تخيلي في اختلاف لما تلحن بالعود لفرد لما تلحن بالعود لجماعة يعني. ناخذ شوية. أكيد في اختلاف. في طعم اللحن وفي شكله وفي القالب اللي بتشتغل عليه عشان يغنوا اثنين ثلاثة أربعة عشان يغني واحد. نعم. ففي فرق في تركيبة اللحن، لكن دائما وأبدا يعني الملحن بيلحن العمل بغض النظر إنه يتغنى لجماعة أو لفرد. طيب. فبعد ذلك ممكن تحصل معالجات في اللحن، وممكن زي عثمان النو كان بيلحن اساسا وفي ذهنه فلان وفلان وفلان واقفين بيغنوا مع بعض. بالمناسبه عثمان بيلحن بالعود برضو. أيوه. بيلحن بالعود. بيلحن بالجيتار. عواد طبعا طبعا عالي. عنده كاسيت شهير يعني كلنا نعلمه طبعا. ف انا دار ارجع لك لانه مواصله لكلام عمر خليل في انه العود عشان تلحن به نعم وتعمل فيه الحياة اللي انت دايرها او تقول الجملة اللحنية اللي انت دايرها. طيب. بالضرورة يكون مهاراتك في العود عالية. وهو آلة ما سهلة طبعا، وآلة ما محدودة، واسعة جدا، فيها كل الأصوات الحادة وفيها كل الأصوات الغليظة. لكن وجود الأصوات الحادة والغليظة من الصعوبة بمكان، كل ما مشيت حاد أكثر كل ما زادت او ارتفعت مهاراتك في الآلة. نعم. عشان تشتغل في مساحة اضيق. المساحة بتكون اضيق. طيب. يلا اشتغلت جوا في الرقبة، كل ما مشيت لجوا في الرقبة كل ما المسافه بقت قصيره جدا اصلا، وهي اصلا صغيره أصلاً صغيره يعني، ولكن فيها كل الاصوات بال 6 او 5 او 3 يعني. وكل وتر فيه كل الاصوات الموسيقيه 7. اي فده بيخليك انك كل ما كنت ماهر في الاله كل ما لحنت بالحان عميقه واكثر مولديه واكثر جوده، فيها هارموني، حتى الهارموني موجود اكثر جوده، وبتبقى انت عندك القدرة إنك تلحن بالعود. طيب ما تقول لنا نموذج يا مجاهد. أديك نموذج. يا ريت يا ريت. خاصة وعامة على كده. فتش في المدينة الفاضلة
من شباك بيفتح في البيت شرعي سيب الشوق وسيب الشوق وسيب الشوق سيب الشوق يقدر نفسه في وجدانك المنهك من الوحش البجد طعم الغنى يا بلي يا بلي يا بلي يا بلي يا بالي الجبال فتشت عنه ما لقيتني معاه وعيون من ستر سيب الشوق سيب الشوق سيب الشوق سيب الشوق يقدر نفسه في وجدانك المنهك من الوحش البجد طعم الغنى يا بالي يا بالي يا بالي يا بالي يا بالي الجبال فتشت عنه ما لقيتني معاه وعيه من ستر شقاش ما برد ضل النميمة عرفت ليه عرفت ليه عرفت ليه كان الوطن فاضي حشان الذهب واسع وحشان الذهب واسع لا ركوب حاشة زهير ولا عطش الحزن مريوق لا ركوب حاشة ولا عطش دحين يا فارغة ظني بحور أكن كترت عليك الغربة ما تسافر ما تسافر ما تسافر سوى جواك وفتش في المدينة الفاضلة عن شباك بيفتح في البيت يا راعي صح عليك يا مجاهد صح عليك يا الدليل سمح خلاص يا اخي ده ايقاع جميل جمال يا سلام شكرا يا مجاهد يا اخي يا سلام يا اصل الواحد ما قاعد يشوف في التلفزيون كله مجاهد ما انت برضه زيه لا الاثنين ما قاعد تصلوا لا والله وبعد اخواننا الحكايه دي والله كده الكلام ده ما بيجي والله بالطريقه دي ما بيجي شكرا للاستاذ زبير والله زبير سعيد انتبه للقصه دي فقال لي لازم اللي مجاهد وعثمان في حلقه واحده ان شاء الله بالضبط عوض مع انه ما دفع يعني يعني الفرقه ما بعيده عوض يلا دارجيك لكن انا هازالك من اربع نماذج او اربع مدارس في السودان في آلة العود بالتحديد انا عاوزك يعني كل مدرسه تتكلم لي عنها بايجاز في يعني اديهم دقيقه 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 تصنيفك لهم انا حاسمي مثلا حقول برعي محمد دفع الله حقول احمد زاهر حقول واحد من العواد المهمين برضو بشير عباس محمد الامين واحد واحد الاربعه نمسك اول زول مثلا زول برعي تحديدا نمسك برعي طيب برعي ده هو اللي سودن العود يعني طيب. يعني طعم العود بعفق مختلف نعم بدريبلينج بتاع ريشة مختلف نعم. بسحب على مسطرة العود بشكل دقيق جدا جدا نعم. برعي هو اللي انا سمعته يقول لك امير العود وملك البتاع وحاجة نعم. قلت لهم برعي امبراطور العود في السودان يعني. يا سلام وكلنا جينا تحت رايته يعني نعم. يعني كل الناس بعد ذاك بشير عباس الله يرحمه نعم. الله يرحمهم جميعا أنا كمان تون قال لي انا يعني تمنيت انه اصل مرحله برعي يا سلام في 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 تعامله مع العود بسلاسه في ريشته في سحبه قال لي اقتفيت دربه يعني يا سلام وفعلا الناس ديل هم اللي قدروا يأطروا لنا لهنا احنا جينا ببساطه جينا سهل يعني يا سلام يا سلام احمد زاهر
ما ظهر كعواد، لكن العود أعانوا في ألحان جميلة جدا يعني ألحان قدرت تصل زي درب المحبة بتاعت أحمد جابري، زي غنى كثير جدا جدا أسأل نفسك. فأحمد زاهر العود أعانوا في إنه يلحن كويس، لكن ما ظهر كعواد. العوادين هم في عواد اسمه بشير عمر، ده كان بيعزف الإكسلفون في الإذاعة وبيعزف عود. طيب. العود بتاعه لو سمعت الأغنية بتاعت فاطمة الحاج بتاعت لقيته باسل، فيها مقدمة بتاعت عود زهر المواسم، فيها مقدمة بتاعت عود كأنما بيانو، من شدة الجودة والقوة بتاعتها. طيب عود منقولة كذلك نقول نموذج يا ريت والله. والله يا أخي نحاول ما أظن حاجة صغيرة كده بس. بشير عباس طبعا انا واحد من الناس خليك من الستوك اللي عمله بشير عباس مع البلاوي. يعني انا عندي راي بانه بشير عباس ده اللي عمل كنوز محبه. ايوه ده احنا عجيب يا عمر يا ما كنوز محبه بس يعني انت انا يعني بس لانه في ذهني كنوز يعني نتكلم عن بشير شويه ممكن نقول عنه شنو يعوض في دقيقه. والله اشوف استاذي بشير عباس رحمه الله نشأ في 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 بيئة مهيئة له، كان مهيئ له تماما انه يبقى بشير عباس. حلفاية الملوك اول شيء حلفاية الملوك. نعم اللي هو حسن بشير. صحيح اللي هو حسن بشير كان اصحابه من اصحابه كلهم عواد احمد المصطفى حسن عطية كابلي مين ديل كانوا بيجوا. الاستاذة اسماء حمزة رحمها الله اتعلمت العود قبل بشير. صحيح والعود جابوا لي محمد خير شنان كان هو دفعة حسن بشير أظنه يعني جابوا لي هدية. طيب. تعلمت العود. نعم. وده كان السبب الأساسي في إنه بشير عباس يتعلم العود تعلمه من 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 على يد أستاذتنا اسمة حمزة. نعم. بعد ذاك زي ما قلت لك ديل ذكرتهم ديل كلهم كانوا بيجوا الحلفاية بيجوا السرايا بيغنوا هناك. جو كان مهيئ جو بشير. مهيئ نايق عن الموسيقات العسكريه اللي كان بيسمعها لما يمشي مع عمه ديا يحضر اي مناسبه ما. نعم خليك من الصفار هذول ولما نجح من الابتدائيه لل والله ذكرتني بس غير الصفاره هو ذاته صفار ساي صفار ساي بشير عنده صفاره حقت شفايفه دي جميل يعني حقت بشير بس انا يحضرني انه اقول لك انه بشير يعني من انعم الريشه انا سمعتها في السودان يعني ما بشكل العود بيزف العود بالراحه سلس. يعني أسمع مثلا نديكم نموذج مثلا ايوه وبعدين اكثر زول كان يعني خلاق في انه يعني لو اخذ له لحن بتاع حقيبه ممكن يطوره يعني طيب. يعمل منه حاجه انا اسح اعمل لك دي Thank you.
الله يديك العافيه. انا بتذكر الاذاعه. ايوه طبعا بجد والله طبعا. طيب نيجي لاخر لانه عشان حاجه لاستاذنا عثمان اخر 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 واحد من عوادي بلادي ممكن اسميه غير المغني محمد الامين. حزب التمرد محمد الامين اول شيء حزب التمرد في محمد الامين تعلم العود في مدني نعم واستفاد جدا من موسيقى البوليس في انه يفك او يتلمس طريقه نحو النوت الموسيقيه نعم او قول الالباتاسه بتاعت ده الصولفيج مع ان مع انك انت تكون عواد جيد فتحت له دروب في انه يخترق سلالم العواد السودانيين ما كانوا بيهبشوها اصلا صحيح يعني السودانيين كلهم شفت في مدرسه الخمسينات دي كلها كان بيتغني هنا خلاص ثاني شفت حتى هم سول سول ري ودو ميجر وفا طيب دي السلالم اللي كانوا بيغنوا بها نعم. محمد الامين لانه اصلا يعني فطر وجبل على انه يكون زول عواد قبل يخلينا من قصه ملحن ولوجو لسلالم الناس ما كانوا بيشوفوا السلالم الصغيره ناس ميب مول وسيب مول ولا مول انصافتون دي قد تكون هي شيء من تركيبات الالحان اللي كان بيعملها لكن ولوجو لسلالم دي اداه براحات في انه يلحن في مناطق الناس ما هبشوها صحيح ما وصلوها بعدين اتحت له اخيلة مشرعة تعبير عالي ايوه تعبير عالي قدرة على التعبير لما قلت لك الزول قدر ما يكون مجود نعم قدر ما يكون بي انا حامشي لعثمان لفرتق الكورة بقدر امشي لعثمان عثمان لكني اعوض بس في 15 ثانية برضو واحدة من الحاجات اللي انا عالقة في ذهني معالجات محمد الامين لغنى الحجيبة بالتحديد اللي هو عمل حاجة لطيف وطايف وعجيبة جدا نعم بس يعوض 30 ثانية بس قبيل عندك تعليق على كل ما تقال عشان بعدك نمشي للمحور بتاعك طيب انا عندي تعليق اول حاجه الشاب ده عمر خليل عمر نعم انا عايز عمر ده يبعد من حاجه اسمها مصطفى استعمت خالص له صوت جميل خالص نعم. كويس يشوف ملحن يطلع لك بره من الشغلات خالص نعم. لانه بتنمط بعد ده ايوه بيبقى مرتبط بمصطفى طوالي نعم ايوه انا كنت عايز اقول اللحن اللي عمله له معتصم ولا اسمه منو ها عصامي العصامي بيشبه والله ياسي لو مصطفى حي كان غنوا صحيح عصامي هو ذاته بيغني لمصطفى يلا خلاص تبعد منه طوال تشوف ملحن يمر قبل من الشغلانه دي خالص نصيحه يا عمر انا قلت حاجه صوتك جميل خالص انا برا ايوه برا الموضوع كويس يلا داير اسال عوض حمودي في الشغلانه دي عثمان حسين واحمد المصطفى الناس عندهم ريشه خلي وقت ايوه ايوه قل 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 بكلكل العود يا سلام انا كده قلت الكلام ده يا استاذ عثمان أيوة. اي زول هنا هنا في المسطره دي عنده عنده قنانه حقته براهم طعمه ايوه طعم طعم يلا يعني ثاني يعني تمبر برضه عثمان حسين برضه دقيقه واحده يعني Thank you.
ريشة غريبة جدا جدا. عثمان ده برضو يا 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 أيوة. يا يا سكوني من الحاجات ساعدته جدا على وضع الالحان الخالد الكبير اللي أيوة. اللي اسي ممكن انت لو مسكت يا مجاهد دونتها بتلقاها مرتبه واحد اثنين كده موازير مرتبه جدا جدا بقدر بعض بقدر بعض أيوة. يعني ما في حاجه وده ده كله بتتلهم شنو انه زول عواد وبدأ عواد بالمناسبة وهو حتى في المهرجان الثاني مهرجان الثقافة الثاني العود هو كان الـ كان الـ العلامة الفارقة وكان المفتاح إنه مفتاح النصر بالنسبة لي يعني رغم إنه منافسين إنه كانوا خالدي كان راحل مقيم مصطفى الصلاح راحل مقيم خالدي خوجلي لا خوجلي خوجلي قبليك أيوة كان في المهرجان الأول كان معي أسمعني مرة مصطفى إحنا في الثاني مصطفى معانا والخالدي هاي اها وثاني منو تاور عز الدين عبد الماجد محمود تاور تاور ايوه كلهم كم 20 كده اعمال جميله طبعا اعمال جميله بكره اعمال جميله استاذ عثمان طيب بس انا طبعا احنا ما دايرين نسمع انت تسمع يا ريت حاضر المره دي قبل اختار عود المره دي اختار انت انت طبعا انا عارفك بتحب يا بيت بلدينا يعني ما بتفرط فيها خالص لكن اذا قلت لنا حاجه جديده جميله بيكون لطيف عزيزة 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 وغالي علي علي بيت بلدي يا بيت بلدي يا 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 فخر وطالي بيت سوداني سوداني بلدي يا بيت
بلدي الأصل السوداني يا بيت بلدي وزيرة وعلمة وبيها النشيد يا بيت بلدي ضابطة وقاضية بعدل فريد يا بيت بلدي بكل مجال لا إلا التمجيد يا بيت بلدي يا فخر بلادي وكل سوداني يا بيت بلدي يا فخر بلادي وكل سوداني بلدي أختيك شعري وكل مداري بلدي طبعك هادي أصيل وزين يا بيت بلدي يا بنات بلدي اي كان لكل الكنداكات يا سلام. وانا ما بحييهم لانه الكلام ده بدو الناس يحسبوا انه تفرغ من معناه بيبقى بيتقال كلاشيه كده التحيه للكنداكات وشنو بيبقى كلام تبع الحلقه كده عشان يقولوا ما قصروا مع الكند لا 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 التحيه لهم جد جد بالمناسبه اي عوض عشان نتكلم بوضوح نعم نعم ايوه العملوا الكنداكات في الثوره دي مما بدت يعني حاجه لا توصف لا توصف حقيقة حاجة أيوة. فوق للمتوقع أيوة والله نعم. هم العظم الفقري اللي شجاعة الثورة دي بالضبط والله يعني حقيقة ولا شنو يا عمر نعم. حقيقة يعني نحيي كل الكنداكات بلادي وشباب الثورة المجيدة وحقيقة يعني الثورة حتصل لنهايتها نعم. بإذن الله نعم إن شاء الله يا رب ولي قدام عندك حاجة للثورة نموذج صغيرون كده والله أنا عندي شغل لكن بوصل مرحلة إنه يتعرض يعني بس آه. نموذج صغير كده لكن لكن ممكن أنا يعني أديك نموذج آخر طيب يعني قبل أستاذنا عثمان الأطرش نعم. يعني قدم لي نصيحة جميلة جدا نعم. وحقيقة الواحد يعني أنا بحكم يعني اشتغالي بالتدريس في مجال الفنون بشكل عام نعم. يعني الواحد بيعرف تماما انه الفن اصلا هو قائم على فكرة الخلق الفني صحيح يعني الفن ما ينفع يكون استنساخ نعم. ما ينفع يكون بيبقى ما فن صح ترديد صحيح. ما ينفع يكون تكرار لتجارب تانية صحيح والله الفن اصلا هو خلق فني صحيح اللحظة اللي انت تكون عندك خلق فني انت بتكون فنان اذا ما عندك اذا انت ما قادر على الخلق الفني ما بتكون فنان صحيح بتكون حاجة ثانية نسخة من اخر يعني او لا ما شرط تكون نسخة ممكن تكون مؤدي ممكن تكون اي حاجة قبيل لما كنا بنتكلم عن العود وتعامل اساتذة كبار زي بشير عباس رحمة الله عليه واستاذنا الكبير محمد الامين فالناس في كلام كان عن دهشة في تعاملهم مع العود وسلاسة العزف عند بشير عباس نعم. وتطور نعم. عند العزف لدى أستاذ محمد الأمين نعم. أنا أفتكر ده من شنو؟ ده من الخلق الفني صحيح. يعني ما يكفي أنك تكون عازف عود ماهر مهما تكون عازف عود ماهر نعم. في تفاصيل داخل الآلة الموسيقية دي نعم. ما بتقدر تجيبها إلا من خلال الخلق الفني والإبداع الفني أي حاجة ما بيقروها أيوة. حاجات الله أيوة. بس دي حاجات ما بيقروها يعني يبقى الشيء اللي انت ما قدرت تستوعبه ده في عزف بشير عباس ومحمد الأمين هو الولوج الى مساحات مدهشة داخل المنظومة بتاعت العمل الفني وده هو الخلق الفني وده الابداع مستوى اللغة ارتفع شديد كويس يلا في حتة تانية اللي هي يعني انا دائما لما نتكلم عن عود في نماذج من 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 العود السوداني انا افتكر نعم. متفرده ما بتشبه اي زول يعني مثلا زي تجربه استاذنا ابو عرك البخيت في عزف العود انا ما شفت تجربه بتشبه براو برضو صحيح مختلفه تماما يعني نعم. يعني اذا سمعت الصوت بتاع آلة العود عند ابو عركي بتفتكر ان دي آلة ثانية هو بيعتمد على الهارمونية استخدام الهارمونية في آلة العود يعني انا بشوف بس بسمع مود صوت مختلف تماما عشان كده الحانة مختلفة مختلف تماما طبعا يعني بالضرورة تجربة مثلا زي استاذنا علي السجد في العود برضو مثلا انا بفتكر انها من التجارب المميزه جدا في العود عوض حبيبي كالعاده بنبهوك للزمن قبيل استاذنا عمر خليل ده قال كلام في بدايه الحلقه
الدنيا صورة يا عوض. ناس كتار جدا ممكن يفهموا بأنه بنعمل فودة هسه نحن ترف ساي مننا. لكن أنا عاوز أتأكد على أنه دي زيادة صورة هسه نحن بنسوي فودة جزء من الثورة الثقافية المفترض تكون في الفترة المقبلة بالتأكيد في البلد يعني. نعم بالتأكيد. وهو ونقدر نقول أنت الثائر ده ذاته لو ما غزيت له وجدانه وشذبت له حاجاته فكره ما بكون مستنير ما بكون قابلية وذاته. الثائر ده الماشي الميدان الماشي الشارع لو كان وجدانه ما مرطب بالحاجة اللي احنا بنعمل فيها دي او لكثير من الناس المشتغلين بمجالنا ده افتكر انه ما بكون عنده افكار مرتبه ذاته. ولا اي ثورة ادب في العالم مؤكد طبعا مؤكد 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 الثورة ما هي كتاب يتكتب في تاريخ الشعوب يعني. والفنون ابلغ وايسر وسيله ممكن تؤرخ للحاجه دي يعني. نعم نعم والدليل الاناشيد اللي بنسمعها ايوه اناشيد والشعر في المواكب المشوفه طبعا والايقاع نعم. والدفوف كله ادب ثوره كلها صحيح مزيكا دي. شكرا عمر خليل استاذنا عثمان شكرا لحضورك معنا الليله في الحلقه دي ان شاء الله استمتعت معنا يا اخي. استاذ عوض كالعادة مشكور يا شكرا جدا شكرا لكم وشكرا للشروق وشروق جديد في عهد جديد. نتمنى ان يكون إن جديدا وعمر مديد جدكم معنا بس يا عوض جدكم معنا وخليكم جاهزين طوال المشاهدين في كل مكان تقبلوا تحيات كل الفريق العامل كله مصورين معدين مخرجين ناس الاضاءه ناس الصوت جنود خلف الكواليس تقبلوا تحياتهم تقبلوا تحياتي انا محمد محمود سكوني حسك على كيفكم خلوا بالكم من روحكم طبعا المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله.